أخبار الظهيرة على قناتي من شباب الفضائية، والبداية بالعناوين. الجيش الوطني يعلن تحرير ثاني مديرية بالبيضاء. محافظ شبوة يعلن استكمال الجيش لمهمته في المحافظة، وسكان بيحان يحتفلون بطرد الميليشيا. استشهاد 6 مدنيين في انفجار عبوتين ناسفتين بمديرية الخوخة في الحديدة. أهلا بكم. حررت قوات الجيش الوطني مديرية ناطع في محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثية الإيرانية. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني حررت مديرية الناطع بشكل كامل عقب معارك ضارية مع الميليشيا، وتكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح. هذا وكان الجيش الوطني قد حرر منطقة الساحة مركز مديرية نعمان واستعاد 90% من المديرية من قبضة الإنقلابيين. وبوتيرة متسارعة تحقق قوات الجيش الوطني والتحالف انتصارات واسعة بعد تطهيرها آخر معاقل الحوثيين في بيحان وانتقال المعارك إلى البيضاء. انهيارات متتالية لميليشيات الحوثي الإيرانية جعلت معارك التحرير تتقدم من شبوة إلى محافظة البيضاء في غضون أيام معدودة. معارك الساعات الماضية كانت حاسمة لصالح قوات الشرعية التي تمكنت من تأمين بيحان بصورة تامة والقضاء على معظم الجيوب الحوثية، ما جعل شبوة محررة ومؤمنة بالكامل وفقا لمصادر عسكرية. ومثل تحرير تبة القندع الاستراتيجية الفاصلة بين محافظتي شبوة والبيضاء ضربة شديدة للميليشيات تلتها انهيارات في صفوفها وامتداد نطاق عمليات قوات الشرعية والتحالف العربي إلى البيضاء بصورة متسارعة وعلى امتداد كامل النطاق الجغرافي الواصل بين شبوة والبيضاء. أعلن الجيش الوطني تحرير قرى مسور والرحيب وأدمى في مديرية ناطع وسلسلة جبال ريدان الاستراتيجية وعقبة القندع. كما أعلن الجيش تقدم قوته إلى البيضاء وتحرير مديرية نعمان أولى مديرية المحافظة من جهة بيحان. ومديرية نعمان العواض هي منطقة الشيخ علي عبد رب العواضي، وفيها استشهد نجله مدير أمن المديرية أثناء اجتياحها من قبل الحوثيين في طريقهم إلى بيحان عند بداية انتفاشتهم المسلحة. انتفاشة إرهابية تعيش نهايتها على وقع الانتصارات المتسارعة من شبوة إلى البيضاء، والتي جاءت نتيجة لعملية عسكرية مخطط لها أطلقها الجيش الوطني واستهدفت تحرير وادي خير ومحيط المنطقة لإنهاء وجود جيوب الميليشيا. عملية انطلقت من 4 محاور بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي أحرزت انتصارات واسعة خلال الساعات الأولى، أعقبها انهيارات في صفوف المتمردين الحوثيين، وتوالى تساقط المواقع والمناطق بقبضة قوات الجيش الوطني. المناطق المحررة شملت وادي خير وقرى قرين والقاهرة والجابح والجفرة وقرى آل الراشدي وآل طاهر وآل ثوبة وعذيه وذراع آل عديل وجحربة والأحمر وغنية ومسور ومدينة موقس. ويشير مسار العمليات على الأرض إلى أن محافظة البيضاء قد تكون عنصر المفاجأة في العمليات العسكرية التي تكسر ظهر الميليشيا الحوثية خلال الأيام القادمة، خاصة وأن هذه المحافظة ذات بأس شديد في مناهضة الميليشيا الإمامية. وحسب مراقبون من شأن تقدم العمليات البرية والجوية للشرعية والتحالف العربي إلى البيضاء تحقيق أهم اختراق عسكري للإطاحة بالانقلاب ووضع حد للميليشيا الحوثية التي يحتمل أن تواجه نهاية سريعة في البيضاء وبصورة خاطفة. أعلن محافظ شبوة اللواء الركن علي بن راشد الحارثي أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استكملتا مهمتهما العسكرية في تحرير المحافظة من قبضة الميليشيا الحوثية الإيرانية واستعادتها بالكامل إلى إدارة الحكومة الشرعية. كان الجيش قد أطلق عملية عسكرية أمس الأحد لتحرير مناطق تتمترس فيها الميليشيات، حيث أسرت ما لا يقل عن 25 من عناصرها أثناء تمشيطها بقايا جيوب الميليشيا الحوثية في بيحان. وشهدت عدد من المناطق بمديرية عسيلان احتفالات غير مسبوقة بتحريرها، وأطلق فيها الأهالي الأعيرة النارية والألعاب.
أكد الرئيس عبد الرب منصور هذه خلال اتصالين هاتفيين بمحافظ شبوة اللواء علي الحارثي وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، أكد أن الحكم الإمامي البغيض الذي تحلم بعودته الميليشيا الإيرانية عفى عليه الزمن ولن يعود. وقال إن الميليشيات العسكرية والانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني لن تتوقف وستستمر حتى تحرير كافة المناطق في البلاد وتخليصها من شرور العصابة الانقلابية الحوثية الإيرانية. تتواصل المعارك العنيفة بين أبناء منطقة الحيمة والميليشيا الانقلابية بمديرية التعزية في محافظة تعز، حيث أكد مصدر محلي أن المواجهات أسفرت عن مصرع 12 حوثيا وإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة، إضافة إلى تدمير دبابة كانت تستهدف القرى السكنية. استشهد 6 مدنيين وأصيب 7 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين في طريق ساحلي رابط بين المخا والخوخة. وقال سكان محليون إن عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية انفجرت أثناء مرور حافلة نقل صغيرة في الطريق على متنها عدد من الركاب بينهم نساء وأطفال. وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت في ذات الطريق إثر مرور دراجة نارية ما أدى إلى مقتل سائقها على الفور. ويؤكد السكان أن الميليشيا تزرع العشرات من الألغام والعبوات الناسفة في القرى والطرق لإعاقة تقدم القوات الحكومية إلى مواقعهم في الساحل الغربي. أذا واستشهد جندي من قوات النخبة الحضرمية وقتل عنصر من تنظيم القاعدة في هجوم للجيش بدوعا في حضرموت. وقال مصدر إن قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية شنت هجوما استهدف مسلحين من تنظيم القاعدة بدوعا. وأضاف أن الهجوم نتج عنه استشهاد جندي وتمكن الجيش من قتل أحد عناصر القاعدة وإلقاء القبض على آخر. نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح أن تكون السعودية والإمارات قد طلبت من قيادته التواصل مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل. وقال عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب إن المعلومة التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز على لسان الأمين العام عبد الوهاب الأنسي حول ما دار في لقاء رئيس وأمين عام الإصلاح بوليي عهد السعودية وأبو ظبي غير صحيحة. وأضاف العديني في تغريدة نشرها على موقعه في فيسبوك أنه لم يطلب أحد ذلك، والذي جمع قيادة الإصلاح مع قيادة السعودية والإمارات لم تكن العلاقة مع المؤتمر ضمن نقاشاته. وعن علاقة الإصلاح بالمؤتمر أكد العديني التزام حزبه بالموقف الوطني لإجابة الشرعية ومطالبة المؤتمر بالتحلل من كل ارتباط بالحوثيين الموالين لإيران وإعلان انضمامهم للشرعية والاستعداد للعمل تحت قيادتها. تساؤلات كثيرة عن عدم اهتمام الحكومة الشرعية بإعداد موازنة عامة للدولة، وهو الاختبار الأهم للحكومة في الوقت الراهن مع دخول العام 2018. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تصادف اليوم الذكرى الأولى لتعهد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بإعداد موازنة عامة للدولة للعام 2017، غير أن العام انتهى دون أي موازنة على الإطلاق، ولم يصرف من مرتبات الموظفين إلا 6 أشهر فقط. وإذا كان رئيس الوزراء قد فشل أو لم يقم بإعداد الموازنة التي تعتبر أهم أعمال الحكومة للثلاثة أعوام الماضية، فإن استمرار عدم إعداد الموازنة للعام 2018 في ظل التدهور الشديد للأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي صنفت بسببها اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم لن يكون له أي مبرر على الإطلاق. وليس أمامه إلا خيارين، إعداد الموازنة أو أي خيار مفتوح يرتضيه الشعب. مراقبون يرون أن هناك موارد مالية واقتصادية للدولة تمكن من إعداد موازنة عامة تغطي رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للمؤسسات الصحية والأمنية والجهاز الإداري، خاصة وأن كامل المناطق النفطية والغازية تحت سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى موانئ عدن والمكلا والمخا ومطار عدن والمنافذ البرية.
ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين أكثر من 1,200,000 موظف، إلا أن انهيار سعر العملة أمام الدولار بنسبة الضعف خفض موازنة المرتبات الشهرية من 300 مليون دولار إلى أقل من 150 مليون دولار، رغم ارتفاع عدد الموظفين. تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم اهتمام الشرعية بالموازنة العامة للدولة، أهمها عن علاقة لوب الفساد المتغلغل في جهاز الشرعية بإفشال كل الخطوات التي تؤدي إلى عودة عمل المؤسسات الرقابية والشرعية للحكومة اليمنية. فهل سيمر العام الرابع على الشعب اليمني الذي يقاتل دفاعا عن الدولة لتجازيه الشرعية بإنفاق ملايين الدولارات على إقامتها في العواصم العربية ورفضها العودة إلى عدن، أم أن هناك خيارات شعبية ستجبر الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية؟ بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في بلاغات تتعلق بمنع الحركة والتنقل للسكان من المناطق الشمالية إلى عدن من قبل بعض النقاط الأمنية المتواجدة بالمداخل. وأكد ذلك رئيس اللجنة أحمد سعيد المفلح خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وقال القاضي المفلحي إن اللجنة تلقت بلاغات بذلك من راصدين تم توثيقها، مضيفا أن مثل هذه الحقوق مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية، وهي من الحقوق الأساسية التي يجرم المساس بها في الاتفاقيات الدولية التي يجرم بها والمصادق عليها في اليمن. وأكد لخشع أن وزارة الداخلية ترفض المساس بحق وحرية التنقل والحركة، وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار بكافة المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الجيش الوطني يعلن تحرير ثاني مديرية في محافظة البيضاء. محافظ شبوة يعلن استكمار الجيش لمهمته في المحافظة، وسكان بيحان يحتفلون بطرد الميليشيات. استشهاد 6 مدنيين في انفجار عبوتين ناسفتين في الخوخة بالحديدة. التغطية ما زالت مستمرة على قناة يمن شباب الفضائية. في الساعات القادمة نلقاكم.